بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد معالي الوزير الأول، السيدات والسادة الوزراء، زملائي زميلاتي النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئ السيد معالي الوزير الأول وأعضاء الحكومة على الثقة التي وضعها فيهم فخامة رئيس الجمهورية، ونتمنى أن يكونوا عند حسن ظن الشعب للمضي بوطننا الحبيب نحو مزيد من الرقي والازدهار. أما بعد، سيدي الرئيس، ألا ترون بأن المدة المقدمة لتدخل ومناقشة مخطط عمل الحكومة ليست كافية للتطرق لقطاع واحد، فما بالك في مناقشة عمل الحكومة ككل؟ يرجى إعادة النظر في المدة المقدمة والمقدرة بخمس دقائق. تدخلي سوف يتضمن جانبين، جانب شكلي وجانب موضوعي. فيما يخص الجانب الشكلي، فقد ورد في الصفحة 2 بأن تشكيلة مجلسنا الموقر انبثقت من خلال انتخابات تشريعية جرت في شهر فبراير 2017، وأنتم أدرى بأنها جرت في 4 ماي 2017. خلال اطلاعي على مخطط الحكومة شد انتباهي تكرار كلمة المعارضة في أكثر من موضع، وتمنينا أنكم تتغاضون عن هذه الكلمة في مخطط عمل الحكومة ولا يكون هناك تصنيف معارضة أو موالاة، لأننا نناقش مخطط عمل الدولة الجزائرية وهدفنا واحد، وهو المضي ببلدنا الحبيب نحو الرقي والازدهار كما ذكرت سلفا. أما الجانب الموضوعي، في المخطط المعروض أمامنا نلاحظ غياب لغة الأرقام والإحصائيات وترديد عبارات فاضة وغير مفصلة كسيتم العمل، سنسعى، سنركز على، سنبحث عن بدائل، وكان الأجدر وضع تقييم مفصل لكل البرامج وفي جميع القطاعات، وخاصة وأنك معالي الوزير تجيد لغة الأرقام جيدا. جميعنا يعرف الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وقد بينتم بعض جوانبه في المخطط المعروض أمامنا، وكان من الأجدر أو من الأفضل إعطاء الوقت الكافي لمناقشة تعديل قانون النقد والقرض تحت هذه القبة، نظرا لأهميته البالغة في رسم توجه وسياسة الحكومة لسنوات قادمة ولما له من تبعات على المدى الطويل. أذهب إلى قطاع السكن. نثمن مجهودات الحكومات المتعاقبة في القضاء على مشكل السكن، ولكن لا يتسنى القضاء على هذا المشكل دون القيام بتقييم دقيق للسياق السابقة ووضع آليات لمواكبة نمو ديموغرافي. وبما أني نائب عن ولاية الجلفة ومطلع على واقع السكن في ولاية تعداد سكانها أكثر من 1,400,000 نسمة، وبحكم اختصاصي سأطلعكم على بعض ما يعاني منه القطاع. فمثلا حاليا يوجد عندنا أكثر من 55,000 طلب سكن اجتماعي، فلو يتم تسوية عقود تجمعات سكانية المقدرة بالألاف، وكذا توزيع قطاع الأراضي حيث يوجد أكثر من 30,000 ملف طلب على قطع أراضي مع توفر الوعاء العقاري لها، مع فتح إمكانية تنازلات في السكنات الاجتماعية والقضاء على السكنات الهشة من خلال دمج ملفاتهم مع السكن الاجتماعي. هذه التدابير والإجراءات من شأنها المساهمة في التقليص من مشاكل القطاع. أما فيما يخص السياق الأخرى فوضعها كارثي. فمثلا سكنات عدل لم يتم مراعاة إقامة ومكان عمل المكتتبين، فهل يعقل للمستفيد أن يقطع مئات كيلومترات للوصول إلى شقته، ولم يتم لحد ساعة انطلاق أشغال ل 1550 سكن، علما أن المكتتبين قد سددوا الشطر الأول منذ 2013. سكنات ترقوي المدعم، برنامج 810 وحدة في عاصمة الولاية و310 في بلدية عين وسارة، وفي ظل انعدام الضمير المهني لبعض المرقين واستهتارهم الواضح منذ ما يزيد عن 4 سنوات كاملة. صيغة الال بي بي، تخيل سيدي معالي الوزير أن البرنامج موجه لبناء 36 وحدة سكنية فقط، ومنذ 2013 ونسبة الأشغال لا تتعدى 40%. أعود إلى قطاع الصحة، خاصة وأنه من بين أهم القطاعات كونه يمس مباشرة كل شرائح المجتمع وبدون استثناء. لذلك نطلب من جنابكم الموقر سيدي معالي الوزير الأول دعم هذا القطاع وإلائه عناية خاصة مع متابعة دائمة له. وكلنا يذكر فاجعة وفاة الإمرأة الحامل وجنينها منذ أسابيع وهي تنتقل عبر مستشفيات الولاية، وقد كانت لي مراسلة بخصوص ذلك، ولقينا تجاوب كبير مع معالي الوزير بعقد اجتماع رسمي، وقد اطلعته على بعض مشاكل القطاع في الولاية التي من أهمها رفع التجميد عن المؤسسات الاستشفائية مع إعادة النظر في الخريطة الصحية للولاية، حيث ناقشناها وقدم لنا بعض الوعود خاصة فيما يتعلق بمرضى السرطان.
شكرا. إذن أيها السيدة أيها السادة، نكتفي بتدخل السيد فتحي خويل في هذه الجلسة، وسنواصل مناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. شكرا للجميع، والجلسة مرفوعة.